ياك ومن بعد غنشدوها شنو نقبلوها هنا شنو نقبلوها سنة شحليبوها هاي شحليبناها انت صاحبي ها هكا هاي والله انت درتيهم زوينين غير ما كتعرفش ليهم ها نتوما هذيك الشقليبه هذيك الشقليبه فين فيديو جديد فيديو اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال الشباكيه طريقه باش كتصايب الشباكيه سهله اقتصاديه تقدري تبدلي فيها كيف ما بغيتي ماشي بالضروره تقيدي بنفس المكونات انا اليوم غادي نهضر لكم على الاسرار ديالها يعني جميع الاسرار باش تنجح معك الشباكيه وتجيك معلكه وزوينه كيف ما شفتوا في الصور في الاول فمني كنقولوا الشباكيه كنقولوا العسل انا فيت لي مصيبه العسل وموجده العسل ديال هاد الشباكيه اللي غندير اليوم موجوده من قبل وعندي ديجا غير دابا غادي نوريكم العسل حيت ما فيتش اللي حطيته في لاشين وغادي نديرو غير معكم ونخليوه حتى يبرد ما غاديش نخدم به اليوم حيت كيف ما قلت لكم عندي العسل من قبل انا هنايا غادي نوريكم العسل شونتيو انتوما خليكم على الفيديو فرجه نتاعها المهم غنبداو هنايا اول حاجه العسل درنا فيه قالب ديال السكر من الاحسن يكون القالب ما كانش راه كدير 2 كيلو ديال سنيده هنا درت معاه نص حامضه و ساشي ديال اتاي ما كانش هاد اتاي ساشي كديري اتاي عادي في واحد الكموصه ديال بحال هكا كموصه باش ما يتحلش صافي هذا هو الاساس ديال العسل غنسد عليه غنخليه بعدا يغلى فوق البوطه ومني يغلى غنسد عليه ما بين 35 دقيقه حتى 40 دقيقه الاساس ديال العسل هاد ثلاثه المكونات كتزيد عليه النكهه باش ما بغيتيش تنكهيه تزيد عليه القرفعواد بغيتي تنكهيه الا كان تخليه للاكل وبغيتي تنكهيه بالليمون فكتزيدي عليه شي جوج دوائر ولا ثلاثه ديال الليمون ولكن تقطعيهم غلط من الحامض حيت الحامض كيشد طيب ولكن الليمون كي دغيا كيطيب هذا الا بغيتي تنكهي فالنكهه كيبقى على حسب كون تنكهو بال كيف ما قلنا القرفعواد الزعتر بغيتو الليمون تزيدو عليه دوائر ديال الليمون صافي وكتسد عليه مني كنسدو عليه واحد انا غنسد عليه واحد 35 دقيقه وغنحل عليه غادي نحتاج نص كاس ديال المزهر غنطفيو به فكنقولو غادي نطفيو به العسل بهذاك نص كاس ديال المزهر هنا القالب درت معاه اطرو ديال الماء صافي واضح انا غادي نحطو دابا كيغلى حتى يغلى ونحسب ليه 5 دقائق غادي ندوزو الشباكيه اللي فيت لينا رملنا النواشف اولا بسبسنا النواشف اللي كان بالزبده والزيت المهم اول حاجه قبل ما نبدا الشباكيه غادي نقول لكم ملاحظه صغيره هو العسل ما قلتش قبيله العسل خليوه على نار هادئه ما تجهدوش عليه العافيه يعني بقى يطيب على نار هادئه من 35 دقيقه حتى 40 دقيقه غادي نتبعوا المراحل ديالو حتى تدوز المده اللي قلت لكم وغنشوفوا كيفاش يعني كيفاش نتيستيوه راه ولا عسل يعني ولا واجد هنا عندي القوام ديال الشباكيه نعاود لكم شفويا كيف ما قلت لكم هنايا نص كيلو ديال الدقيق 500 غرام درت معاهم 60 غرام ديال الزنجلان اللي غير مصهد ما يكونش محمر غير مصهد فقط هي كاس ما عامرش 50 غرام ديال اللوز خضر بقشورو هي نص كاس ديال اللوز درت معاهم نص كاس ما بين زيت المائده وزيت الزيتون يعني زيت العود ونص كاس ديال الزبده فرملت هادشي كامل بالزيت والزبده ودرت معاهم كذلك المسكه حره اللي طحنتها نيلتها مزيان ضروري المكونات كاملين نيلوهم مزيانين ما يبقاش محبين باش ما يمحنوكمش من بعد فاش تكوني كتسرحي في العجين ديال الشباكيه درت معاهم معلقه صغيره ديال القرفه المسكه الحره اللي طحنتها مزيان مع السكر سنيده صافي والملحه
حطوا هكا يعني النواشف كاملين بسبستهم مع الزيت والزبده فقط. هادشي اللي درت. عاد غادي نزيد نكمل دابا، غندوز دابا باش نعجنها وغنوريكم شنو غادي نزيد فيها. على العموم المكونات كاملين غتلقاوهم في صندوق الوصف، لا بالنسبه للعسل ولا حتى الشباكيه. صافي دابا باش غادي نعجن الشباكيه غادي نحتاج هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، وهنا عندي الخميره ديال العجينه على قياس حبه الحمص، هنا كاس مع مرش ما زهر، وعندي هنايا الزعفران شعره اللي ذوبته هنايا اللي حطيته كيرقد، وعندي واحد ربع كاس ديال الخل. صافي انا هنايا غادي نبدا نعجنها، غادي ندير بعدا واحد شويه ديال الماء دافي، غادي ندير اول حاجه هاد الخميره ديال العجينه، ندير فيها واحد شويه باش تذوب الماء عادي. صافي غادي نزيد ما زهر، و ربع كاس ديال الخل. الخل حتى هو كيساعد باش كيهشش الشباكيه. غنبدا نعجن فيها. العجينه ضروري تكون قاصحه الا بغيتو الشباكيه ديالكم تجي مرمله وتجي هشيشه ومعلكه، خاص العجينه تكون قاصحه. غادي نزيد هاد الزعفران، صافي وغادي نجمعها مزيان. هنايا مني دلكت العجين مزيان كتكون قاصحه كيف ما قلت لكم، قسمت العجين على ربع ديال الكرات وخليتهم هنايا مغطين بالبلاستيك. هنا راه كتشوفوا راه بيت الكره الاولى، هادشي اللي شاط ليا من العجين الاولى. كنسرحوها مزيان يا يعني اما المدلك، ولكن نسرحوها تكون رقيقه اولا. الاله الخاصه بالسرح انا ما لقيتهاش، ما عنديش. فاش كنت في الدار عندنا كنت كنسرح بالعجين، دابا قديت غير هكا بالمدلك. مهم اللي عندهم الاله ديال تسرح العجين تكون رقيقه ما بين 7-8، اللي عندهم يعني الاله بحال اللي كانت عندي في دارنا زعما، ولا 3-4 يعني اللي عندهم الارقام بالمقلوب، حيت كل اله وشنو يعني تشوفوا الرقيقه الرقم اللي كيديرها رقيقه. 7-8 ما بين 7-8 بالنسبه ل 7-8 ولا 3-4 اللي عندهم بالمقلوب. مهم تكون رقيقه مزيان، والعجينه ضروري تكون قاصحه باش تجيكم الشباكيه مرمله. هنا غادي نبدا نشبك، هنا غادي نحسبوا 5 ديال الاشرطه، ها 1 ها 2 ها 3 4 5 ونقطع 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. غادي نهزو هاد الأشرطة مزيان، المهم غادي نهزو هاد الأشرطة بحال هكا، غنهزو واحد بهاد الأصبع وواحد بهاد الأصبع، واحد هكا والتاني هكا، واحد الفوق
واحد لتحت واحد لفوق. غادي نشد هادو بهاد الايد وهادو غيبقاو بهاد الايد وغادي دير ليهم هكا يعني بحال كندوروهم نحطهم هكا في الكونتوار ونجمع عليهم الطرف هكا نعاودو وحده اخرى وحده شدها بهذا الاسبوع ووحده بهذا الاسبوع هكا وحده وحده الفوق وحده لتحت وحده الفوق كتشوف لينا بحال هكا كنشدو هذه هكا وكندورها هكا صافي اسهل منه ما كاين. أنتما إنها سر الشباكية، هذه الأولى هنا وهذه الثانية هنا، السطر الأولى وفي الصبع الأول الصبع الثاني ها هو، وغادي نزيدو هذه هنا، ومن بعد هنا، ومن بعد الله يعاون، ومن بعد هذه الفوق ياك، ومن بعد غنشدوها، شنو نقبلوها هنا، شنو هي؟ شنو هي؟ شنو نقبلوها؟ شنو نشحلبوها؟ هاهي شحلبناها، أنت صاحبي ها هكا. هاي والله حتى درتيهم زوينين غير ما كتعرفش ليهم ها نتوما هذيك التشقليبه هذيك التشقليبه فين بقات هي اللي ما كنعرفش نشقليبها والله حتى زوينه هي بصحه الحسانه ديال هاد الاخت هاد راه حسنات داكشي ديال الله برق عاد دور دور عادني بلا ما تشوفوا برق عاد خايبه خايبه والله حتى حسنت ليه زوينه قالوا لي من واحد حتى لا برافو مزيان هنا حاوله برق عادني كيتفلى والله حتى كيتفلى شي وحدينات هما هادوك هما احسن مني كاع صافي خليو لي كومونتير قولي واش تعلمتي ولا لا واخيرا دابا غادي ندوزو للمقله سلام غيبدا يقلي تما راه العسل دقه ما حليتوش ها نتوما صافي ورينا كيفاش غادي نقليو الحاج ها هما استاذه كنجبدوهم هكا وكنديروهم في المقلاه هنا الزيت راه سخون يكون سخون وكنحطوه فيه هنا العسل يكون بارد باش غادي نحطو فيه الشباكيه وهي نجروهم واحد شويه باش يبقاو فين يتنفخو المهم علمناكم وحنا معاكم الشباكيه ديالي راه طلعت واعر من الشباكيه ديال الاخت ديال الاستاذه فاطمه الزهراء هنا العسل يكون بارد ديما كيف ما قلت لكم العسل وجدوه بليله ما نقدر خصو يكون بارد والشباكيه سخونه Thank you.
من بعد ما داز الصباح حيت عيت البارح وما كملتش ليكم الفيديو. ملي دازت 35 دقيقة طفيتو بنص كاس ديال المزهر. هانتوما نشوفو دابا راه بارد، هتشوفو ملي كديرو هكا خط راح يتليه الحامض و الساشي ديال اتاي محدو باقي سخون. صافي دابا راه بارد، كنديرو هكا بالمعلقة كيبقى خط متصل يعني ما كيتقطعش هكا باش كنعرفو العسل ديالنا راه واجد. شفتو اللون ديالو راه احمر. كنعاودو نتيستيو هنا فوق الرخامة، كنحطو هكا شي نقيطات وكنديرو هكا بالاصبع ديالنا. الى بقى البلاصه ديال ملي دوزنا هكا الاصبع ديالنا كيبقى كيف ما هو صافي راه العسل واجد. الى تجمع عرفوا راه مازال سائل. صافي وهذه هي الشباكيه اللي قادينا، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. انا غادي نوريكم حبه هانتوما شوفوا ملي كتطيب كتنفخ وكت هانتوما كتحل يعني من الداخل، وهذيك البلاصات الحفرات اللي كيكونوا لداخل كيعمروا بالعسل يعني كتجي غزاله. هانتوما شوفوا هي عامره من العسل من الداخل، عامره بالعسل. شفتوا شحال هشيشه؟ كتفرست شيشة هانتوما دغيا.